السلام عليكم. احنا رسمنا الشكل ده في الدرس اللي فات. طيب انا عايز اغير الباترن دوت، فدلوقتي هبدأ اعمل باترن. اقول له فايل، اقول له نيو، اقول له نيو فاميلي، اختار بقى حاجة جينيريك موديل. عندي انواع كتيرة جدا، بس ممكن اختار الباترن بيست واقول له اوبن بالشكل دوت. تمام، دي 4 نقط. ممكن انا ابدأ ارسم انا حاجة هنا. تمام، ممكن ترسم شكل خماسي سداسي، تعمل اللي انت عايزه. انا عايز ارسم حاجة بسيطة خالص، ممكن تضيف نقطة بالشكل دوت، حاجة تساعدك في الشغل بتاعك. تمام، طيب عايز ارسم انا حاجة هنا بالشكل دوت. عايز ارسم وليكن مثلا شكل بيضاوي بالشكل دوت. تمام، عايز حاجة كده ايه بسيطة. طيب انا عايز بقى الشكل ده يلف في المنطقة دي كلها، فاعمل سيلكت عليه، وبعد كده هعمل سيلكت على الخطوط ديت. دلوقتي هقول له كرييت فورم، هيبدأ يعمل ايه؟ ياخد الشكل ده يلف معايا بالشكل دوت حوالين الخطوط ديت. تمام، طيب ده كده اصبح باترن. ممكن اقول له احمله اثناء المشروع، اجي هنا اتأكد ان هو معمول كيرتن بانل. طيب هقول له حمل في المشروع، لود ان بروجكت، دو يو وانت تو سيف؟ نو. تمام، اهو اتحمل معايا في المشروع. طيب هعمل سيلكت على الجزء دوت. تمام، خلينا نشوف 3D. هقول له edit in place، وبعد كده اعمل سيلكت تاني وابدا اختار الشكل من هنا. تمام، ادور على فاميلي 5 اللي هي ديت. دي الفكرة، ان انت بترسم شكل وهو بيبدأ يكرره بحيث ان هو يملى الشكل اللي انت عامله. والشكل ده شرحناه في درس على قناة بيم اريبيا، بسيط جدا يعني، عامل مسطرة بسيطة جدا. تعال نعمل زوم. الشكل اللي احنا عملناه بدأ يتكرر عشرات المرات بحيث ان هو يعمل الشكل كله. ممكن بقى تعمل وردة، تعمل اي حاجة انت عايزها.